يا صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة هيكون عنده مباراة الفريق أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري. مباراة تكون الساعة 7 مساء على استاد القاهرة. طبعا النادي الأهلي متصدر جدول الترتيب بـ34 نقطة بعد فوزنا على الزمالك بثلاثية نظيفة. إن شاء الله بقى كمان يفوزوا في مباراة اليوم ويقتنصوا 3 نقاط جداد في بطولة الدوري. يعني الفريق كان اختتم استعداداته أمس لمباراة النهاردة. تجمع الفريق امبارح كان الساعة 3 العصر، والمران بدأ الساعة 4. خلوني بقى أكلمكم أكتر عن مران امبارح. يعني كالعادة مستر مارسيل كولر كان حريص على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران عشان بقى يحدثهم عن بعض الأمور الخططية والفنية الخاصة بمباراة النهاردة. بعد كده خاض الفريق عدد بقى من التدريبات البدنية والفنية. كمان بقى على صعيد آخر خاض حراس المرمى مران قوي الحقيقة، يعني طبعا بقيادة مستر ميشيل يانكن، استعدادا أيضا لمباراة اليوم. إن شاء الله بقى بنتمنى لهم كل التوفيق. ده فيما يخص أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى ونبدأ برجال كرة السلة دريم تيم اللي امبارح قدروا يحققوا فوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة 183 ضمن منافسات بطولة دوري سوبر. يعني حقيقة هم عملوا مباراة كبيرة جدا، قدروا حقيقة سيطروا على مجريات المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها. قدروا ينهوا الكوارتر الأول بنتيجة 20-15، الكوارتر الثاني بنتيجة 54-33، الكوارتر الثالث بنتيجة 80-55، والكوارتر الرابع والأخير بنتيجة 183. طبعا بقى لا وقت للراحة، بيستعدوا للمباراة القادمة اللي هتكون يوم الجمعة القادم أمام فريق المصرية للاتصالات. طبعا بقى بنتمنى لهم كل التوفيق. يعني طبعا لازم الحقيقة كل جماهير النادي الاهلي بتطالبهم ان هم يتوجوا بالبطوله. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبه كره الطايره ورجال الماسترز. غدا هيكون عندهم مباراه امام فريق سموحه ضمن منافسات الجوله الرابعه من سيمي فاينلز بطوله الدوري. حتى الان هم ماشيين بخطه ثابته جدا في هذه المرحله، مرحله السيمي فاينلز. قدروا يفوزوا في جميع المباريات بالعلامه الكامله سواء امام فريق سبورتنج، فريق الطيران، او الاتحاد السكندري. حين هم فازوا في جميع الاشواط كمان، يعني كل المباريات ختموها لصالحهم بنتيجة 3-0. نتمنى لهم طبعا كل التوفيق، إن شاء الله غدا أمام سموحة يقدروا أيضا يفوزوا في جميع الأشواط ويقتنصوا بقى نقاط جديدة. يعني طبعا زي ما احنا عارفين إن الدور ده بيكون مكون من 8 فرق، 8 فرق بتلاعب بعض. النادي الأهلي متبقي له زي ما قلت غدا مباراة أمام سموحة، بعد كده هيكون عنده يوم الخميس 26 يناير مباراة أمام فريق بتروجيت، بعد كده هيكون عندهم مباراة أمام الجيش يوم الأربعاء 1 فبراير، وآخر مباراة في الدور هتكون امام الزمالك هتكون يوم 2 فبراير. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله بقى يستمروا بنفس الاداء. خلونا بقى اخيرا ننتقل لسيدات كره الطايره. وسيدات كره الطايره بيواصلوا استعداداتهم للمرحله القادمه. طبعا هم مركزين بشكل قوي جدا، يعني سواء في بطوله الدوري، وهيكون بقى عندهم مباراه في دور الـ16 من بطوله كاس مصر هتكون امام فريق اصحاب الجياد، ودي هتكون اول مباراه عندهم، هتكون يوم 6 فبراير زي ما قلت ضمن منافسات دور الـ16 من بطوله كاس مصر. المباراه هتكون على ملعب اصحاب الجياد بالاسكندريه. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه. كمان بقى يا كريم يا هوند، زي ما عودناكم خلونا نقول لكم الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. درجه الحراره دلوقتي 18، ويمكن بقى الحقيقه في ازدحام نسبي في النادي طبعا، لان زي ما احنا عارفين ان معظم المدارس والجامعات خلاص بدات اجازه نصف العام. والنهارده بقى يعني مختلف عن كل يوم، انه معظم المتواجدين مش بس من كبار السن، لا كمان في عائلات واطفال. يعني كل مشاهدينا من اعضاء النادي الاهلي تقدروا تيجوا بقى وتستمتعوا باليوم. يعني يا كريم يا هوند، دي كانت ابرز اخبارنا في فقره اخبار النادي النهارده. معاكم طبعا لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. نشكرك على هذه التغطيه المتميزه كالعاده، جزيل الشكر زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم.